رأيك إيه في أداء المنتخب امبارح؟ راضي عنه؟ شايفه إزاي؟ بص حضرتك، أنا يعني أكيد كنت متوقع ومتحسن. المنتخب بعد مروره يعني بالفترة القريبة السابقة يعني بنهاية أفريقيا بهذا الشكل، وبعدين يعني تصفيات كأس العالم، أكيد كمان وبعد تغيير الجهاز الفني لازم يبقى فيه دروب كبير جدا. ف يعني أنا متوقع أن يكون الأداء يعني بهذا الشكل، وهو ينطبق عليه الفترة الحالية، لكن لازم من المباراة الجاية يكون الوضع مختلف. أنت شايف أن دي نتيجة طبيعية لل يعني الأزمتين اللي حصلوا قبل كده، ولكن على أمل أنه يبقى فيه تحسن تدريجي في الفترة القادمة؟ لازم يكون في تحسن تدريجي، تركيز من اتحاد الكرة الجهة الأساسية، وتركيز من الجهاز الفني واللي تم اختياره. وإحنا كمان يعني بشكر الجماهير، لأن بصراحة الجماهير اللي كانت موجودة لغاية آخر وقت تشجع يعني لغاية آخر دقيقة، وما تقالش حاجة يعني عكس الأداء، وده المفروض يكون الفترات القادمة. وبنأكد تاني الجهاز الفني واتحاد الكرة يبقى في مستوى عالي من التركيز ودراسة كل حاجة سبقت عشان ما يقعش فيها تاني.